تفتكر إنه ممكن يحصل إن بلدة كاملة قريبة منك تختفي فجأة بالسكان اللي فيها؟ أو مثلاً مكالمات استغاثة تبقى صادرة من البلد دي إن في حاجات غريبة بتحصل لهم، ولما حد يروح يشوف فيه إيه ما يلاقيش البلدة من أساسه؟ حكايتنا النهاردة عن واقعة غريبة حصلت في خمسينيات القرن الماضي في ولاية كانساس في أمريكا. بس قبل ما نبدأ حكايتنا، لو انت لسه مش مشترك في القناة انسى تشترك بسرعة وفعل الجرس عشان حكايتنا جديدة توصل لك أول بأول. في سنة 1952 وبالتحديد ليلة 16 أغسطس اختفت بلدة كاملة اسمها أشلي بسكانها اللي كانوا تقريبا حوالي 679 شخص. وفجر يوم 17 حصل زلزال قدر قوته ب 7.9 ريختر بواسطة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي. الناس في أرجاء الولاية حست بالزلزال ده وتم رصد مصدره إنه كان تحت بلدة أشلي. ولما الحكومة وصلت لقوا شق مشتعل بالنار وكان بالغ طوله تقريباً حوالي 900 متر وعرضه حوالي 450 متر، وما عرفوش عمق الشق ده قد إيه. وتحديداً الساعة 9:15 من ليلة 29 أغسطس سنة 1952 تم إلغاء عمليات البحث عن 679 شخص التابعين لبلدة أشلي المفقودين، واعتبروا أنهم ماتوا كلهم. وفي فجر يوم 30 أغسطس حصل زلزال تاني بس بقوة 7.5 ريختر، وكان مصدر الزلزال برضو من نفس المكان بلدة أشلي. في خلال 3 ساعات كانت الحكومة وصلت للمكان، والمفاجأة إنهم لقوا الشق اللي ظهر في أول الزلزال اتقفل كأن مفيش حاجة حصلت. في خلال 8 أيام اللي كانوا قبل حادثة اختفاء بلدة أشلي تم حصد بلاغات كتيرة جدا من سكان البلدة عن أحداث غريبة وملهاش تفسير بتحصل معاهم. وبحكم ان بلدة اشلي ما كانش ليها مركز شرطة، البلاغات كانت بتروح لمركز شرطة تابع لبلدة مجاورة اسمها هايز. ومن ضمن البلاغات دي كان يوم 8 اغسطس من شخص يدعى جابريل جونسون، وكان بيقول انه شايف فتحة سودة في السماء. وبعدها بربع ساعة عشرات البلاغات والمكالمات وصلت للمركز وكلهم بيقولوا انهم شايفين نفس الفتحة السودة في السماء. والغريب ان محدش من المناطق المجاورة للبلدة قدم بلاغ أو أفاد حتى أنه شاف الظاهرة دي. المركز تاني يوم الصبح قرر يبعت أحد الضباط واللي بيدعى ألين ميس يشوف ويفهم إيه اللي بيحصل هناك بالظبط. وبعدها بكام ساعة تواصل الضابط ألين بمركز الشرطة بيقول لهم أنه على الرغم أنه كان عارف الطريق اللي بيودي لبلدة أشلي إلا أنه لقى نفسه تايه ومعرفش يوصل ليها. وبحسب كلامه قال أنه فضل ماشي في الطريق ده في اتجاه واحد لحد ما لقى نفسه رجع لبلدة هايس تاني، بالرغم ان الطريق ما كانش فيه منعطفات او اي حاجة تخليه يرجع. وبعد المكالمة دي بساعتين تم ارسال 7 عربيات شرطة وبرضو توصلوا لنفس النتيجة المريبة، كلهم لقوا نفسهم راجعين لبلدة هايس تاني. استمرت البلاغات والمكالمات اللي بتفيد بوجود الفتحة السوداء اللي في السماء، لدرجة انه تم نصح المتصلين انهم يفضلوا قاعدين في بيوتهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى. وبلاغ تاني كان من سيدة تدعى إيلين كانتور وبتدعي إن جيرانها السيد والسيدة ميلتون اختفوا هم وأطفالهم جيفري وبروك تماما، وكان متوقع مفيش أي دليل لاختفائهم أو أي معلومة تفيد عن مكان وجودهم. وتزيد المكالمات والبلاغات من بلدة أشلي واللي بقت بتفيد إن البلدة بقت في ظلام دامس لدرجة إن الشمس ما بقتش بتشرق. تم إرسال هليكوبتر لتقصي حقيقة اللي بيحصل، بس المفاجأة إن المدينة لم يتم رصدها من الجو. ومن ضمن البلاغات دي من سيدة بتدعى فيبي وبتقول إن بنتها إريكا كانت بتتكلم مع باباها، والصدمة إنه كان متوفي قبلها بثلاث سنين في حادثة عربية سير. واللي يخوف أكتر إن إريكا كانت بتحاول تخرج للظلام الدامس ده عشان تبقى معاهم. طب تبقى مع مين؟ محدش يعرف. وعلى مدار ال 12 ساعة لتالت المكالمة دي تم الإبلاغ عن 329 مكالمة هاتفية كلهم بيوصفوا اللي حصل مع إيريكا بس مع أطفال البلدة كلها. وبعدها بيوم الموضوع ساق أكتر لما المركز تلقى 421 مكالمة بتفيد عن اختفاء كل أطفال البلدة واللي عددهم 217 طفل. المركز مش عارف يقدم أي نوع من أنواع المساعدة لدرجة أنه بقى بيطلب من كل المتصلين أنهم يفضلوا في بيوتهم وما يفكروش حتى يدوروا على ولادهم. وفي أيام 13 و14 أغسطس
تلقى المركز مكالمات كتير من سكان بلدة أشلي بيقولوا إنهم شايفين نار من بعيد وطالعة للسماء كأنها رايحة للفتحة السوداء، وإن النار دي كانت شديدة جدا لدرجة إنها منور السماء. وآخر مكالمة تمت من بلدة أشلي كانت يوم 15 أغسطس، واللي كانت قبل حتى الزلزال الأول بيومين، كانت من سيدة وكانت بتقول إنه ابنها اللي مات من سنة رجع وكان قدامها في الشارع واتحرق، وإن كل اللي ماتوا من البلدة رجعوا أحياء تاني. والمكالمة اتقفلت مرة واحدة، وبعدها الحكومة راحت المكان لما حصل أول زلزال ولقوا الشق وهو مشتعل. بس كده، دي كانت حكايتنا النهاردة. الناس بقت ما بين اللي مصدق القصة واللي متأكد إنها مجرد خرافات وبتتقال. تفتكروا إن القصة دي بجد وحصلت ولا لأ؟ مستنية ردودكم في الكومنتات. ولو الحلقة عجبتكم ياريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم. كانت معاكم تيه، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.